نطرح ان الضوء 10 خويا تعداو علينا اليوم خويا بعدا انا ندوي على راسي الى غير جايه واقفه مني من الناس ام ديال العباد ما واقفين انتم شوفوا جاي خويا انا واقفه مني من الناس جا واحد المقدم جرنا خويا من صدري راح شوم نوريكم كاع صدري ولكن هانت غير الفوق يوريك هانت خويا غير الفوق يوريك خويا اه خويا هانت اللي من صدري هانت كمل لك خويا خويا هزونا خويا قوة المساعدة هزونا تمايا نورمال غادي يديونا للكوميسارية حتى نبت الحق وبنت الدولة كنعرف انا هزيتونا غادي يديونا للكوميسارية هما خويا داونا المقاطعة داونا المقاطعة وسدوا علينا وكيضربوا فينا خويا انا طايحة في الارض وواحد المقدم جاي كيشتف عليا رجليا كاملين وإيدي هادشي وقع داخل المقاطعة داخل المقاطعة سادين علينا وكيضربوا فينا المقاطعة هذه المقاطعة ديال رحامنا كيضربوا فينا الداخل السيده راه تعداو على كل ما يطلعوا الترافيك كل ما يطلعوا الترافيك ها هما الشهود ها هما كلشي شاهد الفيديوهات باش هما تحصل شي ناس عباد الله اخويا تعداو علينا فين وقع شي ناس هنايا هنايا الجهه بعيده على دارنا انا واقفه مني من عباد الله تجي تشد لي من صدري راه حشومه راه خويا المواطن انت راجل راه عندك اختك وعندك امك واش غادي تشوف اختك ولا امك يجيو مقدم ما كيعرفش يكتب تسميتو يجي يجرك من صدرك واعي عليه وقاري عليه واش درتي شي شكايه؟ خويا مشيت من تما انا طاحت عندي اصلا القلب عندي روماتيزم والعصب اخويا في القلب وزدت لي لومبيلونس وزدت لي من المقاطعه من داخل ديال المقاطعه زدت لي لومبيلونس داوني الكوليس داوني السبيطار نعم مشيت للسبيطار بوحدي هاما الورقه راه الوراقي ديال الطبيب وباقي قالوا لي خصك تمشي عند المساعده الاجتماعيه باش ديري السيرتيفيكات ديالك كلها زرقاء رجلي انت خويا ضربني ظهري ما نقدرش نطلع النفس ضربني حتى لظهري هذا مقدم ما عندوش الحق اصلا يضربني ما عندوش الحق حتى يعيطي ثلاثة اخويا فين داوكم الدائرة؟ ما داوناش الدائرة داونا المقاطعة اخويا داونا نيشا المقاطعة كنعرف انا القانون غادي يدينا الكوميسارية القانون يطبق انا بنت القانون داكشي اللي في القانون يطبق اخويا لا كانوا شادين عليا على شي حاجة واش كنعرف شي واحد ولا كندوي مع شي واحد ولا كنضرب شي واحد من حقهم انا بنت القانون اللي ظهر القانون انا هي اللي كاينة ما عندناش المفتي ولكن ما دايرين والو وتشدونا تهزونا وفي ديونا ديونا المقاطعه وضربونا تما وغسلوا الدلالي وجاهم تمايا عدوهم الكوميساريه الدلالي كلهم دمايات شادينهم قاتلينهم بالعصب بايديهم وبرجليهم كلهم دمايات فمهم طايحين بالدمايات نفس المقاطعه اللي ديال رحامنا كيضربوا فيهم من هنا وما كيضربوهم من داخل شكون اللي داو؟ ما سلموهمش البوليس ما سلموهمش لهم ما سلموهمش ديك الساعه داو داو مقاطعه داو المقاطعه وسلموا الدراري وجاههم في المقاطعه شو الاجراء اللي غادي انت دابا حاليا؟ عندهم الكوميساريه انا خويا بغيت حقي انا خويا هانا غادي نمشي ندير سيرتيفيكا ديال ندير شهاده طبيه ونمشي نديكلاري انا باغي غير حقي ما بغيتش شي حاجه بغير حقي من هذاك بالضبط مع مقدم واحد اللي تعدى عليا ويضرب بيا خذ فيه الحق وكاين المقدم هذا امام جميع السلطات اللي كانوا حاضرين الناس كاملين تعقلوهم اخويا بتهمات ما عرفناش التهمه بدون تهمه وربي شاهد وربي شاهد هذا منكر ارتاحي يا بنتي واحد شويه ارتاحي الناس تتصور تتلاعب علينا راه الفيديوهات غادي نلوحهم لكم اولا توصلتوا بيمكن بالفيديوهات شنو اسبابهم هي اللهم ان هذا منكر هادشي علاش هادشي علاش تعدوا 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 كيف تعدوا على سلامتك علاش كنتي غادير محاوله انت شنو هو السبب اللي خلاك لا ما كنتش غادي ندير محاوله انتحار انا راه رب اسره تنعرف بيني وبين الله برك هذا العقاب ديال المخزن هذا نزيد عقاب الله لا يعقل كتحس بالحظ انا تدرت ما شعرتيش المره الجايه نهار غادي يوصلوا لولادي راه غادي يشوفوا شي حاجه اللي كثر هذا مثال عطيته هذاك هذا كان مثال هذا كان مثال الله يعقل باش تشوف كتك هذا هكاك هباء منثورا على المنكر علاش كيقصدوا علاش كيقصدوا ولادك بوحدهم علاش؟ على ولادي انا نموت على بلادي ونعاود نموت على ولادي والاسبقيه لبلادي ولاد خوتي دابا ولاد هذا راه نسيبي ولاد اختي دابا جيت شحال دابا من شهر دابا شي 4 شهور هما عندي رونشيرشي علاش كندير واحد كروسه جيت يا مقدم بلا ما نسميها لا ما تسميش بغات تدويره قال لي ودينا الله يبديك زيد الهضره طاحت يدك لعيبه تهز في يدك انا معمرني انا صغار وشي يا صاحبي ما كيريحوش معانا ثلاث شهور كيما تهز الزنقه سباب هاد المقدمين
هاد المقدمين هنا ولاو عندنا شي حاجه كثار من هانتي فوق القانون فوق القانون نقولوا امبراطوريه هاد المقدمين يا ولاد المنطقه النيسويه هنا اش كاين اللي فوق منه ولكن انا تنعطي المثال كمافيا حنا الدراري هنا كلشي ملحق هالشباب هالشباب كيما لك هنا كلشي مهمش كلشي مهمش السبب ديالنا هو المقدمين هو القايد هنا اي سنه السيد القائد واش كيجي يدير جوالات هنايا ما كنجاوبوش ما كنعرفوش انا دابا وجهو والله ما مرشو انت ما مرشو كنعقل انا على القايد هو اللي كنعرف هو الزاقطوني الله يرحمه هو اللي كنا كنعرفو انت اما هاد القيام ما عرفت شي واحد ما مشيت شي واحد كنشوف حاجه غير هادوك ديالهم انت اللي كيجيو هنايا كيستغلوا الارقام الضعيفه هنايا انا نوريك انا شحال من براكه زايده غير ضرب شحال شحال من طاج زايد ها هاد غير مؤخرا ها 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 كلشي بالك اخويا زيادات هادو هما والشي هذا الشارع الصبيح في المغرب كامل بغينا المالك الباب ديالو هما المقدميه والقياد بغينا المالك ولكن تفكر يا تيولد راه تيولد ولكن اللي تيولدوا هما المقدميه هما القياد هادشي ما بغاش يتقادى سيدنا حارب وحارب وحارب وراه ما غاديش يتقادى هادشي والله ما حديتو ما عندكم لا تقادى داكشي كيفاش يعني رساله مفتوحه كيبعثها مواطن مغربي كيسكن في كاريان الرحامنه سيدي مؤمن لان الا بغيتي تحارب دور الصفيح او البناء العشوائي يجب محاربه عقول المرتشيه ويجب كذلك محاربه المسؤولين الغير النزهاء أولى البطانة التي تحوم بجوانب المسؤولين.